احنا طلعنا من القابون بليله ما فيها ضوء قمر، نزلت القضايف علينا وكنا نايمين احنا واولادنا، وطلعنا بلمحه كنا طالعين. وين بدنا نطلع؟ ما في قدامنا الا الغوطه الشرقيه اقرب شيء علينا. لما طلعنا بلا اواعي، بلا يعني بالاواعي اللي احنا عليها، حتى انت اكبر قدر الشحاطه، الشحاطه المهريه للولد، ما نا مأمنين حالنا بشيء. فتنا على الغوطه الشرقيه وقعدنا، ضبطونا فوتونا على غرف، على شقق، وهالشقق لا فيها سجاده، لا فيها حرام، لا فيها شباك، لا فيها جلاله، ما فيها شيء. اليوم الغوطه حصار مطبخ خانق، يعني لو ما هدول رب العالمين من علينا وانتاج ارض الغوطه هشويه الخس وهشويه السبانخ، ولا حاله الشعب هون بالويل. اسعار المواد التموينيه اليوم كلها مسعره بالدولار، الله يفرج. ربط الخبز حقه دولار ونص اليوم بالغوطه، كيلو الخبز، كيلو السكر حقه 4 دولارات 5 دولارات، كيلو الرز شو بده ياكل؟ وهي الناس كلها الاغاثات شبه مشلوله،